الرسم طبعا عندنا ممكن ارسم بالالوان مباشره او بالانبوبه فرشه او بالانبوبه، ده بيبقى رسم بالالوان مباشره. ممكن ارسم حاجه تانية اللي هو الحفر اللي هو طبعا الطبيعي عندنا. عندنا الفرن بيبقى فيه برميل، فيه جاز بنحرق طبعا بالجاز وبلور ضغط هواء، بيبقى عندنا الجاز برميل الجاز بيبقى واصل فيه ماسورة، في عندها محبس، وبعد كده في نهاية الماسورة في حنفية، الحنفية دي في تحتيها قمع، القمع ده واصل بماسورة لحد البرنر بتاع الفرن اللي هو بيت النار ده. الحنفية بنبدأ نفتح الحنفية بتبقى تنزل نقطة نقطة لحد لما توصل للفرن، بعد كده بولع، بستخدم صوفة وبولع فيها لحد لما يطلع درجة لحد ما الفرن يبدأ يشتغل معايا. بعد لما بخلص الفرن بعد ما بيستوي بنزل درجة حرارته، وبعد كده اطلع المنتج بتاعي تاني يوم اعرضه في المعرض، يبقى عندنا معرض خاص بالورشة ولحد الناس تشتريه للمستهلك كده.